السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم عن الزبادي والجبنة. الطفل اللي بيرضع غالبا او النمط اللي ماشي ان بعد ما رضعته انتهت بيتحط على الصدر كده وبيخبطه على ظهره على خفيف وبيطرده الشيء من الهواء، اذا اتكرر بينزل قليل من اللبن ونفاجئ انه اتجبن رغم يا دوب رضع ما فاتش دقيقة ولا اتنين ولا تلاتة، لان اول مراحل هضم اللبن اتحاد الكازين بالكالسيوم وتكوين ما يسمى بالخصرة اللي هي مجبنة دي. فانت لما تاخد الزبادي خدته مهضوم جزئيا، يعني الزبادي البكتيريا الزبادي فعلا خلت الكازين اتحاد بالكالسيوم وعملت الخصرة، يبقى ايه خلصت لك مرحلة من مراحل الهضم. الامر الثاني انك انت خدت كل مكونات اللبن في الزبادي، والامر الهام برضو ان ما فيهوش كائنات تانية غير الزبادي، لان بكتيريا الزبادي اول ما تنزل على الزبادي في درجة حرارة مناسبة اول حاجة تعملها تيجي واخدة سكر اللاكتوز اللي في اللبن وتحوله لحمض اللاكتيك، لاكتيك اسيد، فتنزل بي اتش او تزود الحموضة وتمنع كل الكائنات انها تشتغل على اللبن، هي لوحدها بس تشتغل. يبقى انت ايه خدت بكتيريا الزبادي النافعة، مفيش بكتيريا تانية نزلت على اللبن وعملت فيه مشاكل، خدته مهضوم جزئيا وخدت كل مكونات اللبن. الامر الثاني ان باعتبار بكتيريا الزبادي تستطيع ان تمر عبر عصارات المعدة دون ان تقتل، لانها اصلا عصارات المعدة الحمضية زي ال HCL بتقتل معظم، هي مش بتقدم بس لا ضمنا بتقتل كثير من الميكروبات اللي نازلة مع الاكل، لكن بكتيريا الزبادي تمر دون ضرر فتصل للقولون، وفي آلاف النوعيات من البكتيريا فبتعمل توازن طبيعي مع البكتيريا اللي بتسبب غازات وتعمل مشاكل. الـ الـ الأمر الثاني وبالذات في مصر إن اللي بيعمل الزبادي حتى لو إنسان سيء أو غشاش لابد يغلي اللبن، لابد يغليه وينقيه تماما وإلا مش هيطلع الزبادي، فأنت ضامن إن ما فيهوش لا سل ولا بروسيلا ولا أي مشاكل وتم غليه بشكل جيد. اتعمل دراسات عن الشيخوخة ومقاومتها، فلقوا الزبادي والألبان المتخمرة لها تأثير خطير في المجال ده. عملوا دراسة على المعمرين في جبال القوقاز، ودول أكثر من 10,000 واحد كثير منهم عدى 100 عام وبصحة جيدة أو يعني بيتحرك، فلقوا إن معظم أكلهم الألبان المتخمرة. طب هنتكلم عن الجبن. احنا بننصح ان الجبنة ما تاكلهاش غير من مصانع مضمونة او من محلات مضمونة. ليه؟ لان الجبنة عشان يتعامل بيدفوا اللبن بس ما بيغلوهوش، ولا قدر الله لو في مرض عند الحيوان سل او بروسيلا بيتنقل عن طريق اللبن، ما تمش الشركات ما بتغليش، لا بايه بتبستر اللبن عشان تستطيع انها تعمل جبنه، لان لو اتغلى مش هتتعمل الجبنه، مش هتتم عمليه انتاج الجبن. فاذا بضمن المصدر بتاع اللبن ده مهم جدا. الامر الثاني ان انا لما بروح السوبر ماركت بلاقي علب كتيره شركات مختلفه وحاجه شيك وكل حاجه، لو لقيت عليه نبات الدهن ما اشتريهوش. ليه؟ ايه نبات الدهن ده؟ انا جبت لبن بودر وشويه ميه، وطبعا لبن بودر ده ما فيهوش دهن، فبحط شويه سمن صناعي كبديل للدهن وبدربهم وبعمل الجبنه. لا انا مش عايز كده، انا مش هاخد الجبنه اللي هي نبات الدهن، لان السمن الصناعي يكاد يكون اتلغى من العالم المتمدين، وده احد 90% من تصلب الشرايين في مصر بسبب السمن الصناعي ده. دراسه مش انا عاملها، ده عاملها رئيس مركز السموم في نيويورك وده مصر الجنسية. فالعلب المكتوب عليها خالي من الزيوت النباتية أهلا وسهلا، يبقى لبن طبيعي كما خلقه الخالق وتم إيه صناعته الجبن. طب السمن الصناعي ده بيتعمل إزاي؟ عبارة عن زيت من أي نبات وليكن نخيل، زيت النخيل، زيت بذرة القط أو ما شابه، بيتم غليه لدرجة 400 درجة مئوية ويتم إدخال ذرات الهيدروجين فتدي مادة صلبة في الجو العادي، وده جزيء غريب ومشوه
والجهاز الهضمي مش واخد عليه فبيركنه في الايه في الشرايين. علشان تتعمل الجبنه بعد ما تم تدفئه اللبن او بسترته مش غاليه، بنضيف المنفحه، المنفحه او انزيم الرنين اللي هو بيستخلص من امعاء الابقار والجاموس الصغير بعد ذبحه، ده بيسموه المنفحه. طبعا المنفحه كثير منهم بيزود الميه في نوع من الغش، او اسلوب التعامل في المجازر وتعبئتها بيسبب تلوث يعني. وعشان كده النهارده في رنين باودر، ده جاف ونقي وبيور ومنتج من مزارع بكتيريه وكفاءته عاليه جدا، الجرام الواحد ممكن يجبن 3 لتر لبن. الاخطر حاليا ما يسمى بجبنه الغساله. ايه جبنه الغساله دي؟ دي بتتباع بسعر رخيص جدا للبسطاء ومش مكان ثابت، لا اضرب واهرب، عربيه بتتحرك وتوزع في النجع ده والقريه دي وخلاص ما تقدرش تمسكه. بيجيبوا اي لبن وحتى لو مركون شويه او ما شابه، وبيجيبوا الغسالات النمطيه اللي عامله زي البرميل دي وبيحطوا عليها دهون، في دهون اسوأ من السمن الصناعي او سمن صناعي، وبيحطوا صودا كاويه ويدربوها في الايه، يشغلوا غساله يعني تختلط المكونات مع بعض. وبعضهم كمان بعد كده يحصل ايه، بيحط بودره بيضة عشان تدي اللون الابيض الناصع للجبنه، وبتتباع طبعا بنصف السعر او اقل كمان، والناس بتجري تستخدمها وهي امر خطير. يبقى مهم قوي اعرف مصدر الجبن وما اختارش الجبن الخالي، اختار الجبن الخالي من الزيوت النباتيه ونبات الدهن ما استخدموش. طب انا هختار العادب ولا اللي فيه ملح زياده؟ انا انصح حتى لو عندك ده خد اللي ملحها زياده، لان الملح الزياده بيثبط الميكروبات وبيحفظ الحاجه فترات اطول. لكن قبل استخدامها انقعها في ميه 7-8 ساعات مثلا بالليل، الجبنه قطعه جبنه من جبنه المالح ده انقعها في ميه، طعمها بيبقى جميل وتخلصت من جزء كبير من الملح، افضل من ايه من الجبن العادب. والجبنه العادبه تستهلك بسرعه ويبقى مصدرها مضمون علشان نضمن ما يحصلش مشاكل. لو انت هتستخدم الجبنه الرومي، الجوانب بتاعتها اللي لونها غامق وفيها شيء من الوسخ كده رؤيه العين، يعني في ناس تكحتها بضهر السكينه، ما ينفعش، ده فيها ميكرو يعني سموم صغيره اسمها ميكرو بويزنز، لازم تشيل بعمق الايه الاطراف دي عشان تضمن السلامه. بالهنا والشفاء، اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.